المنتجين، والكلمة أحيلها فيه للزميل مطلق بن علي العنزي متمنيا له التوفيق. شكرا محمد بن مريك. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، نحييكم ورحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب في هذا اليوم، يوم الأربعاء 22 من أكتوبر 2014، حيث نبدأ في هذا اليوم وأول أيام المحلي الرابع مع أشواط المنتجين. نتواصل في الشوط الرئيسي الأول اللي لا يقل أهمية عن الشوط الماضي، شوط الأبرقة الفائزة بالشوط الرئيسي الأول الخاص بالإبكار. يندفع شوط جديد مع هذه الشعارات المتعددة من شعارات المنتجين من ملاك الهجم في دول الخليج. نتواصل مع المركز الأول، وهذا لفان على المركز الأول ملكيته لحمد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت المري مع المركز الأول ومع الصدارة. يليه في المركز الثاني مجمل على المركز الثاني جابر بن فهيد بن محمد بن زفدان المري على ثاني المراكز وثالث المراكز. ينطلق اسم جديد وهو مسموح، شعار بن طفلة هذا على المركز الثالث، سعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري مع المركز الثالث ورابع المراكز. رابع المراكز هنا المتدخل زيد بن أحمد بن زيد الشريف مع المركز الرابع، أحد أبناء المملكة العربية السعودية، انطلق إلى المركز الثالث مع انطلاقة شاهين. المركز الخامس، شوف اللي يحمل الرقم 11 على المركز الخامس، على المركز الخامس هو راهي، شعار محمد بن غانم بن مبارك آل أبو سعيد الخيارين. خلاص خمسة أسماء إخواني المتابعين مصرح لنا بإعلانها وإذاعتها، وكما تتابعون هذا التحدي في أقوى أشواط القعدان اليوم. اليوم أشواط المنتجين الباحثين عن تحقيق نقاط ذهبية اليوم وتسجيلها في سجلات هجنهم الخاصة من الإنتاج الشخصي. الله مجمل، والله يجملك مجمل على المركز الأول، هذا شعار جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري، الشعار الجميل اللي يحمل في طياته الكثير من المفاجآت. هناك عند خط النهاية، ديروا بالكم عليه، هذا هو مجمل على المركز الأول، شعار بن طفلة من الجانب الآخر معه، أو لفان حمد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت المري، وهنا المتدخل والمنطلق اسم جديد مكلف أحد أبناء دولة الإمارات، هو حمد بن عبيد بن حلوس العامري مع المركز الثاني. ثالثا هنا المتدخل والمنطلق اسم جديد، شعار الصعاق مع الزعفران محمد بن متعب بن عبد بن علي بن متعب الصعاق، وهناك من الجانب الآخر رابعا يحتل هو مكلف أو لفان لحمد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت. والمركز الخامس هذا أشقر لصالح بن حمد بن قمر النابت. خلاص النداء الأخير إخواني المتابعين، وقلت لكم هذا الشعار الخطير على المركز الأول منذ انطلاقة الشوط. هنا مجمل، الله تحرك مجمل، انطلق مجمل جابر بن فهيد بن محمد بن زفدان المري مع المركز الأول ومع الصدارة، ينطلق بأقوى أشواط القعدان اليوم، راح بالناموس الأول المستحق في أشواط المنتجين اليوم. فرحة 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 مع مجمل ومالك مجمل ومحب مجمل وإنتاج هذا الإنتاج الشخصي المميز. فرحة فرحتين يا مالك مجمل على الفوز والناموس وعلى هذا الإنتاج المميز الذي انطلق في أقوى أشواط القعدان. تهانينا لمالك مجمل جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري على فوز مجمل بالشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان. المركز الثاني الزعفران لمحمد بن علي بن متعب بن محمد الصعاق المري. المركز الثالث هو مكلف لحمد بن عبيد بن حلوس العامري. رابعا وصل بالمركز الرابع مكلف لحسين بن علي بن حسين أبا السيقان المري. والمركز الخامس
يصل من يحمل الرقم 14 هو مسموح لسعيد بن حمد بن محمد بن طفله المري. انتهى هذا الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، انتهت منافساته الشيقة. حمل مجمل النقطة الصباحية الأولى اليوم وفاز معنا في أقوى أشواط القعدان. مجمل أهدى الناموس وأهدى ناموسين اليوم لمالكة جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري. والإنتاج الشخصي، الإنتاج الشخصي 4:37، 18 جزءا من الثانية توقيت مجمل لجابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري. أهنيك الناموس يا بن زبدان على هذا الفوز المميز. المركز الثاني 4:39، 69 جزء من الثانية. هذا هو الزعفران لمحمد بن علي بن متعب الصعاق المري، تهانينا والناموس. المركز الثالث 4:40، 3 أجزاء من الثانية مكلف لحمد بن عبيد بن حلوس العامري، تهانينا والناموس.